طالبت الولايات المتحدة الأمريكية فصائل المعارضة بفصل قواتها وإبعادها عن مسلحي جبهة النصرة وخاصة في منطقة حلب وذلك بهدف الحفاظ على اتفاق الهدنة في سوريا بحسب الناطق باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كشف عن اتفاق مسبق مع واشنطن يقضي بسحب قوات المعارضة من حلب حيث انتقد عدم تنفيذ واشنطن للاتفاق وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف زكريا ملاحفجي مسؤول المكتب السياسي في تجمع فاستقم كما أمرت أهلا بك أستاذ زكريا كيف تقرؤون مطالبة واشنطن للفصائل بإبعاد قواتها عن مسلحي جبهة النصرة في حلب اهلا وسهلا اخي الكريم. يعني اول شيء الروس عندما قدموا وضربوا شمال حلب فجاءوا بحجه ضرب الارهاب وضربوا الفصائل الوطنيه اللي هي عم تقاتل الارهاب، اليوم عم يطالبوا الفصائل يعني تبتعد عن جبهه النصره، نسال سؤال المسيطر على مدينه حلب ريف ومدينه مين؟ كل الناس بتعرف انه يعني الفصائل الشعبيه الوطنيه ابناء حلب وريف حلب هن المسيطرين على المدينه. النصره قد تكون موجوده لكن وجود وليس سيطر السيطرة وحكم على الإطلاق فهذا هذا الأمر طبعا وهذه ذرائع كنا نسمع من الأعداء اليوم عم من الأصدقاء للأسف اليوم الكل بيعرف أنه مثلا في مدينة حلب في التجمع في فصائل أخرى تسيطر على المدينة في الريف الشمالي في فصائل معروفة من أبناء الريف الشمالي وسيطرون على الريف الشمالي في الريف الغربي كذلك الأمر فالفصائل الشعبية الوطنية هي المسيطرة النصرة لها وجود لها أعداد محدوده معروفه موجوده كوجود وليست كحكم وسيطره على الاطلاق طيب لابد ما زكريا. نفرق نحن ما بين الحالتين يعني طيب ما مدى اختلاط فصائل الثوار بجبهه النصره يعني هل هناك امكانيه لتطبيق هذا المطلب الامريكي؟ اخي الكريم هذا يعني مطلب كيف بدي لك مطلب تعجيزي مطلب الى اخره، المدينه في الها مجلس مدينه ومجلس محافظه وفي الها شرطه وفي الها فصائل عم تحمي المدينه. النصره في حاله وجود موجوده وحتى يعني هلا نحن نختلف مع النصره في الاهداف في الارتباط في في, في اشياء عديده واضحه يعني هدف الجيش الحر واضح ومعروف اهدافه معروف شو اسمه ليس له اي ارتباط خارج الحدود الى اخره. النصرة موجودة كحالة وجود يعني هنا وهناك وجود اعداد قليلة يوجد ربما يعني في ساحة المعركة هناك يعني بعض التنسيق لا سيما انهم ابناء المنطقة يعني لا سيما انهم سوريين انهم ابناء مناطق فموجودين في ساحة المعركة الفصائل الجيش الحر عموما في حلب وفي سوريا أثبتت التزامه بالهدنة بشكل كبير جدا رغم خروقات النظام اللي تجاوزت الألفين حتى يعني نحن حتى نضحض يعني هاي, هاي الحجة المعرة بغض النظر عن آرائنا وتقييمنا المعرة خرجت ضد جبهة النصرة كحالة شعبية مدنية ومظاهرات النظام ضرب المعرة، طيب معناها الأمر لن ينتهي على الإطلاق، يعني اليوم في المعرة خرجت مظاهرات ضد جبهة النصرة ومع ذلك النظام والروس ضربوا المعرة وسقط 50 شهيد في يوم واحد. يعني هاي المسألة لن انت تنتهي في المعرة وفي حلب ولا آخره اليوم النظام هو الإرهابي الأول اللي في المنطقة هو اللي عم يغذي الإرهاب الموجود في المنطقة عم يجلب فصائل إرهابية ومرتزقة موجودة معه ما أحد عم يذكره على الإطلاق يذكر وجود أعداد أفراد ولا حتى عشرات موجودين هنا وهناك حلب معروف اللي حرر مدينة حلب من ضباط منشقين من طلبة جامعه من عمال من فلاحين الى اخره هم تحولوا الى فصائل وطنيه شعبيه هذه الفصائل هي التي تسيطر هي التي تحارب التزمت بالهدنه لك. معارك اهلا وسهلا اهلا وسهلا وسهلا. زكريا ملاحفجي مسؤول المكتب السياسي في تجمع فاستقم كما امرت